السلام عليكم. في كل مساحة وجع يمني يحضر الفساد كجرح إضافي لجروح اليمنيين التي لا تعد ولا تحصى، غير أن الاتجار بقوت المتضررين من الانقلاب والحرب هو الباب الأسود من أبواب المأساة اليمنية، إذا ما تعلق الأمر بالسوق السوداء للإغاثة وتحويل المواد الإغاثية للفقراء إلى سمسرة تجارية. وبحسب متابعين، فإن انعدام الأمن الغذائي واتساع رقعة المجاعة وارتفاع معدلات سوء التغذية وغيرها من العناوين والنداءات الأممية المفزعة جميعا لا تشكل أدنى حد من وخز الضمير بالنسبة للذين يقتاتون على الجروح المفتوحة لهذا البلد المعذب. مركز الإعلام الاقتصادي كشف عن سوق سوداء لبيع مواد الإغاثة في اليمن وحذر من توسع المجاعة. التقرير الصادر عن المركز أكد أن هذه السوق موازية للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية التي انتشرت في الأسواق اليمنية بأسعار مبالغ فيها. وتضمن التقرير المؤشرات الاقتصادية لشهر أكتوبر الماضي فضيحة بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق اليمنية بعد السيطرة عليها من قبل نافذين. وهنا نتساءل، السوق السوداء للإغاثة هل تفاقم المجاعة في البلاد؟ في ظل تنامي التلاعب بالمواد الإغاثية وسيطرة نفوذ تحالف الانقلاب على البعض منها، هل سيستيقظ اليمنيون والعالم على كارثة إنسانية؟ وماذا عن خارطة الإغاثة التي لم تشمل المناطق المتضررة؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة أفراح الحبابي، مسؤولة الإغاثة في الجمعية اليمنية للإغاثة، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذة أفراح. مرحبا، حياكم الله. أهلا بك. طبعا في حلقة اليوم سنناقش مأساة جديدة لليمنيين، وهي مأساة السوق السوداء للإغاثة كما تم تسميتها من قبل مركز الإعلام الاقتصادي. دعينا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. ما حصل ولا أي حاجة، سجلوا أسامينا وباعوا كل شيء. على مقربة من تجارة الحرب وتجارها نشأت تجارة أخرى، وإن كانت لا تختلف عن سابقتها في المكسب ونوع الجريمة، حيث ازدهرت طرق الإتجار بالمواد الإغاثية والمعونات الإنسانية، وهو ما كشفت عنه تقارير الراصدة أن هناك سوقا سوداء لبيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين. التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أكد بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بعد السيطرة عليها من قبل نافذين ثم بيعها للتجار، وهي سوق بحسب التقرير موازية للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية. التقرير أورد العديد من التفاصيل، منها أن تجارا أكدوا أن المساعدات الإنسانية المقدمة كإغاثة للمتضررين والنازحين مثل القمح والأرز وزيت الطبخ والفرش والبطانيات تباع لهم بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع بعض القادة الحوثيين الذين يستولون عليها، في الوقت الذي يفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية توزيعها على المحتاجين. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن ميليشيا الحوثي تحتجز المساعدات الغذائية وتحول دون وصولها إلى وجهتها، وفي أحيان كثيرة تقوم بمصادرتها، من ذلك على سبيل المثال 64 قاطرة محملة بالمساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت في طريقها إلى تعز، حيث رفضت الميليشيا السماح لها بالمرور. الوضع الإنساني في اليمن يشهد حالة خطيرة من التردي وسط تحذيرات أممية من شبح مجاعة يضرب البلاد وكارثة إنسانية وشيكة تهدد ثلث سكان اليمن، وتحديدا تهامة وتعز والبيضاء. وبحسب حقوقيين، فالحرمان المتعمد من الغذاء أو مصادره يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا معك أستاذ أفراح. لو بدأنا بالحديث معك بشكل إجمالي عن ملف الإغاثة ومدى الإشكاليات التي تواجهه في اليمن. حياكم الله، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي طالما يعني نسمع في كثير من القنوات يعني المنابر الإعلامية الحديث حول الإغاثة، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الآن في اليمن. للأسف الشديد يعني المآسي متعددة في اليمن وصارت كبيرة جدا يعني بحجم ما يحدث فيها الآن، ولكن المأساة الأكبر التي الآن نواجهها يعني بحكم يعني عملنا الآن في مجال الإغاثة وتقديم
المساعدات والمساندة للأبرياء الذين الآن محاصرين، الذين يعانون من ويلات الحرب وتحت القصف وتحت الضرب. يعني فيعني هناك كثير من الأمور الكبيرة التي نحن نعانيها كمسؤولين إغاثة أو نعمل في الإغاثة، وهي للأسف عدم وصول هذه المواد إلى يعني إلى أماكنها المأمونة. طبعاً الأسباب كثيرة للأسف الشديد، الأسباب كثيرة ومتنوعة. يعني نحن دائماً على تواصل مع الجمعيات والمنظمات في الميدان عن استفسارات ما الأسباب التي يعني تؤدي إلى عدم وصول هذه الشحنات أو يعني التي تحمل المعونات، لماذا لا تصل إلى أماكنها المحددة لها. تواجهون أنتم نفس هذه المشكلة؟ نعم، نواجه كثيراً، وخاصة عندما الآن كنا نتواصل مع منظمات إغاثية دولية، سواء في يعني عالمية أو مثلا في تركيا أو في جهات أخرى إغاثية، يوجهوا لنا نحن نفس السؤال. نحن لم نعد نثق بوصول هذه المواد الإغاثية إلى مستحقيها. هذه من أكبر المشكلات التي نحن نواجهها حتى يعني نستطيع أن نحصل أو على الثقة من جديد ونعيد هذه الثقة، لأنهم فقدوها. يعني يرون أمام عينهم عبر تقارير، عبر المندوبين، عبر أن هذه الأشياء يروها تباع في الأسواق. كيف؟ لمن؟ لصالح من؟ للأسف الشديد هذا هو يعني هذا التساؤلات وهذه التي لم نجد لها يعني مبرر، لا إنساني، لا أخلاقي، لا ديني، لا قيمي. يعني ما هو الشيء الذي يعني الحافز يعني على عشان شوية مبالغ مالية أرى أخي تطمع فيها، أرى جاري يموت جوعا، محاصر، لا يجد الطعام، لا يجد حتى يعني بقليل من المال، حتى أوجد لي قليل من المال. يعني أنا أتوقع أن يعني هذا المال سيبارك الله لنا، سواء لنا أو لأولادنا. لأولادنا، نعم صحيح. يعني فعلا مأساة بحجم لا يتخيلها أحد. يعني يتم استغراب أن يعني تخطف لقمة جائع بكل هذه يعني البجاحة، بس يعني لكي تمتلئ بطونهم أكثر. ماذا عن خارطة التوزيع في المناطق المتضررة من خلال مشاركاتكم ومتابعتكم؟ ما هي المناطق التي تستطيعون الوصول إليها؟ بالطبع يعني الآن أغلب المناطق التي توصل إليها المساعدات الإغاثية أو المساندة الإغاثية للمحافظات تعتبر المناطق يعني مثلا وصولها الآن إلى ميناء عدن. يعني معظم الآن المنظمات هي متفائلة جدا وترغب يعني وتبدي استعدادها أن تصل إلى ميناء عدن، وذلك لأنها ترى أن هناك يعني في حماية دولية، في حماية أيضا، في نوع من الاستقرار عند هذه المحافظات. أيضا هناك يعني مثلا الآن تعتبر نوعا ما يعني أطراف من تعز التي هي يعني قريبة من عدن، تعتبر نوعا ما مناطق لا بأس يعني ممكن تصلها، ومع ذلك يعني هناك مناطق كثيرة عند تعز تعتبر مناطق محاصرة ولا تستطيع المنظمات أو الجمعيات التي حتى في الميدان توصيل الإغاثات إلى السكان. وكما رأينا للأسف يعني هناك كثير من الأسر المحاصرة التي لا يجدون حتى يعني قوارير ماء. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. كشف تقريركم أو تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن سوق سوداء لبيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين. للأسف، حدثنا عن هذه النقطة بشكل أوسع إن تكرمت. للأسف الشديد أنه الكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثة التي كان يفترض أن تتجه للمواطنين الفقراء أو للذين تعرضوا لأضرار في حياتهم وتعرضوا لفقد مصادر دخلهم من جراء الحرب الراهنة في اليمن، لكن للأسف الشديد هي سيطر عليها نافذين ومسلحين، وبالتالي تم البيع والشراء فيها و تباع لتجار، ومن ثم تدخل إلى الأسواق سواء كانت عبر البيع الرسمي أو عبر البيع في بطريقة غير رسمية، وبالتالي خلقت أشبه بما بسوق سوداء أشبه بتلك التي حدثت للمشتقات النفطية. وبالتالي يمكنك الآن أن تشاهدي في أسواق صنعاء وفي العديد من المحافظات كل المنتجات التي تحمل شعارات اليونيسيف وشعارات الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات الدولية الداعمة. وهذه فضيحة للأسف الشديد لكل
المنظمات الدولية وأيضا للجهات المشرفة على. نعم يعني هل تتوقع أستاذ مصطفى يعني أن يعني تم نهب هذه المواد من قبل المنظمات المشرفة محليا، من قبل الموزعين، من قبل أين يعني نقطة تهريب هذه المواد واستعمالها كنقطة كسوق سوداء؟ طبعا المنظمات الدولية عندما تقوم بالتوزيع هي تقوم بالتوزيع عبر مشرفين ميدانيين، وهناك أيضا يفرض على هذه المنظمات الدولية مشرفين من قبل جماعة الحوثي المسيطرة على الوضع في صنعاء وغيرها من المحافظات الفقيرة كالحديدة وغيرها. هذا يجعل كثير من هؤلاء المشرفين يستغلون سلطتهم وغياب الرقابة عليهم، وبالتالي يقوموا ببيع هذه الكميات إلى إما أن يوجهوها لأسر غير محتاجة، وهذا جزء من العبث الذي يتم في المساعدات الإنسانية، وجزء آخر يتم بيعه للتجار، وهذا ما كشفه الشهود يعني متعاملين في هذه السوق، وقالوا التجار أنه يتم البيع لنا من قبل هؤلاء النافذين والمسيطرين والمشرفين على أداء أو على توزيع هذه الإغاثة، وبالتالي هم يقومون ببيعها للأسواق ولا تتجه للمستحقين الأساسيين. فيما المستحقين الحقيقيين هم يعني لا يحصلون على الغذاء الكافي، بل يعيشون على أقل من وجبة أو على وجبة واحدة في اليوم، والأرقام يعني المفزعة بدأت أشار إليها التقرير فيما يتعلق بمؤشرات المجاعة وأيضا مؤشرات الفقر الشديد في كثير من المحافظات والمديريات اليمنية. نحن نطلب أن يكون هناك تحقيق عاجل من المنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها في أسباب هذا التسرب لموادها الإغاثية، ولماذا لم تتجه للمستفيدين، وفضح من يقف وراء هذه العمليات، عمليات المتاجرة بالمواد الإغاثة والمواد التي هي يفترض مخصصة للفقراء وللمعوزين الذين هم لا يكادون. لماذا لا تتحرك المنظمات أستاذ مصطفى التي يعني يتم التلاعب ب يعني المواد التي تقوم بإرسالها كاليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي كما تفضلت، وهي منظمات عالمية، يعني حين تجد أن موادها تباع، وكما شاهدنا أكثر من صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حقائب اليونيسف تباع في المكتبات، هذا طبعا وهي جزء مادي، ما بالك بالأغذية وغيره. لماذا لا يتم التحقيق في هذه النقطة ومساءلة هؤلاء المتنفذين الذين بطبيعة الحال سيكونوا تحت يعني يتبعون سلطة الأمر الواقع؟ أعتقد موضوع المساءلة، هناك مساءلة رسمية يفترض أن تتم، وهي من قبل الجهات المعنية في الحكومة، تتمثل بالجهات المشرفة على أداء المنظمات الدولية بما فيها وزارة التخطيط وغيرها، وهذه وأيضا مكتب المنظمات الدولية في إطار رئاسة الجمهورية، هذه كأداة رسمية يفترض أن تحرك وأن يتم توجيه الأسئلة هذه إليها لهذه المنظمات لمعرفة ما هي الآليات المتبعة، وهل هناك شفافية، وهل هناك معايير لتوزيع هذه المساعدات وبالتالي الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين. هناك أيضا يفترض أن تكون هناك مساءلة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل وسائل الإعلام، من قبل كل المراقبين المحليين والنشطاء لعملية أداء سير هذه المساعدات، وأين تذهب، هل تذهب للمستحقين الحقيقيين أم أنها فعلا تتسرب لسوق يعني يسيطر عليها نافذين، وبالتالي يستفيد منها بعض المشرفين الذين يعني يثروا من قبل هذه الجهات. أيضا هناك مسؤولية على ذاتها كمنظمات دولية، يفترض أن يكون هناك آلية رقابة في إطارها، لا سيما أنها وكالات كبيرة وتستلم ملايين الدولارات من قبل منظمات دولية ودول داعمة لليمن، هي يعني الآن تحصل على ملايين الدولارات باسم اليمن ولمساعدة فقراء اليمن. الغناء العالمي من بريطانيا فقط كان مخصص له تقريبا في حدود 19 إلى 20 مليون جنيه استرليني، هذه المبالغ ليست قليلة، وبالتالي يتطلب أن تكون هناك آلية جيدة لوصول هذه المساعدات للفقراء ولمستحقيها لكي تخفف من حالة المشكلة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.
نعم أستاذ مصطفى، الحديث عن فضيحة بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق اليمنية، يعني بعد السيطرة عليها من قبل نافذين وبيعها للتجار كما تفضلت، هل يعني نود أن نعرف هل هي تعد نماذج أم أصبحت يعني هوادة حال الكثير، وما هي المناطق التي تركز فيها بيع الإغاثة بحسب تقريركم؟ موجودة هذه البيع المساعدات الإنسانية في الأسواق اليمنية المختلفة في صنعاء وفي الحديدة وفي أكثر من محافظة، والرصد نقل عمليات تصوير لهذه المساعدات وهي تباع، وعليها شعارات هذه المنظمات. تحقيق سابق كان قد تم في عدن وبعض المحافظات الأخرى أيام التوزيع بعد الحرب، أيضا كان كشف جزء من هذه العمليات، عملية بيع المساعدات والإغاثة الإنسانية، وبالتالي يعني هي أصبحت ظاهرة موجودة مشهودة وأيضا موثقة، وبإمكان هذه المنظمة أن تنزل ميدانية لترى هذه الكميات موجودة ويمكن ملاحظتها، ولم تعد سرا حتى يمكن. هل تم إرسال تقريركم للجهات المعنية بهذا الأمر؟ بكل تأكيد، لأنه نحن نبعث تقريرنا لكل المنظمات الدولية وباللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي يعني هو يصل لهذه المنظمات، لكن مدى جدية هذه المنظمات في التحقيق في هذا الموضوع، نحن كمنظمة مجتمع مدني نسعى لأن يكون هناك ضغط من أجل أن يتم التحقيق في هذا الموضوع، وبالتالي معالجة الآليات التي من خلالها يتم توزيع هذه المساعدات والوصول للمجتمعات المحلية الفقيرة والمحتاجة. لكن كما قلت أيضا الأدوات، وكما أشرت سابقا، هناك أدوات رسمية وأدوات شعبية يفترض أن تتم لتحسين وتجاوز هذه المشكلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ أفراح، كما استمعت إلى حديث الأستاذ مصطفى، كثير من التلاعب يحدث للأسف الشديد بشعارات هذه المنظمات، وأنت تحدثت عن نقطة مهمة أن مثل المنظمات الدولية فقدت ثقتها ب يعني أن ترسل مواد إغاثية إلى اليمن، يعني هناك ضرر يلحق بالمحتاجين لهذه المواد الإغاثية من ناحيتين، سرقة ما يتم إرساله، وأيضا يعني عدم ثقة المنظمات الأخرى للإرسال من جديد. تحدث الأستاذ مصطفى عن نقطة مهمة وهي الضغط شعبي على هذه المنظمات، برأيك هل يجدي هذا الأمر؟ كما تفضل الأخ مصطفى وكما تفضلتي أنت، هنا الأدوار يجب أن تكون تكاملية، ويكون هناك تكون هناك أدوار على المنظمات المانحة التي الآن تمنح وترسل الإغاثات، يجب أن تتحرى وتتأكد من الجهات التي توصل عبرها الإغاثات. للأسف الشديد أحيانا نرى منظمات كثيرة وجهات يعني لا يسعني هنا أن أذكرها بالاسم، نستغرب كثيرا كما تفضلتي وجود أشياءها في المكتبات، أو كما أخبرنا البعض يعني وجود مواد مثل بطانيات، أيضا الأشياء خاصة بالإيواء نراها في بيوت متنفذين وتفرش لمسلحين، أو يعني توهب كهدايا فيما بينهم يعني للأسف الشديد. فهنا يتوجب دور كبير على المنظمات في التحري والتأكد من الجهات يعني وكيف وآلية التوصيل لهذه المواد. أيضا هناك نقطة أخرى أو دور آخر على جهة أخرى، وهم الجهات التي يعني تعتبر في الداخل لها نفوذ أو لها نوعا ما كوجاهات اجتماعية، هم الآن يعني أيضا القائمين على المنظمات والجمعيات التي في الميدان، يجب أن يكون لهم تحرك قوي والاستعانة أيضا يعني الحراك الشعبي، لأنه يعني الآن يروا الأشياء تباع من أمامهم تدخل الميناء وتوزع، يفترض أن يكون خاصة يعني في الحديدة أكثر قربا يعني من الميناء وهي الأشد فقرا والأشد احتياجا، فهنا يجب أن يكون لهؤلاء الوجهات الاجتماعية أيضا المشرفين على الجمعيات والمنظمات التحرك ويعني محاولة بذل الأسباب، حتى يعني لأنهم الآن في كثير منهم يقول نحن لا نستطيع التحرك لأنهم خلاص يعني نحن نخاف مثلا، يفترض لا. ما هي الآلية إذن التي يمكن التواصل مع المنظمات المانحة مباشرة يعني، وإطلاعهم أولا بأول بإرسال الصور، لأنه للأسف الشديد نلاحظ يعني الآن كثير من الجمعيات في الداخل ترى وتشاهد وترفع تقارير فيما بينها البين،
لا تحاول أن تصل إلى المنظمات يعني المانحة بعد أن ترسل التقارير فرضنا وأرسلت، يعني ما الذي ستستفيده غير أن هذه المنظمات المانحة ربما تحجم عن إرسال مرة أخرى؟ نعم، هو التحري في عبر من يتم الإرسال والآلية، آلية التوصيل. احيانا ترفع بعض للاسف يعني بعض الجهات او ترسل معوناتها الاغاثيه دون التاكد من الخطه التنفيذيه لوصول او الخطه التي ستصل بها الاغاثات الى مستحقيها حتى تصل الى داخل كل بيت. ما هي الاليه، ما هي الوسائل، ما هي هل فعلا مثلا مؤمنه للوصول، ويعني عبر وسائل كثيره. واعتقد الجمعيات لها يعني خبره وممكن تستعين في ذلك. لن ينتهي الأمر يعني أنه خلاص يقفون مكتوفي الأيدي ويروا كل المساعدات والمساندات الإغاثية تذهب في الأسواق. إذا اسمحي لنا أستاذ أفراح أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بك مرة أخرى أستاذة أفراح. أستاذة أفراح، يعني هذا الملف بالتأكيد أنت محتكة به بشدة وقلبك ممتلئ ب يعني الأوجاع، خاصة يعني أنتم تحاولون من بعيد إرسال سفن إغاثية، إرسال مواد يحتاجها من في الداخل، وتتخوفون كثيرا من عدم وصولها لمستحقينها. هل تعتقد أن هناك شبكة نفوذ داخل الإغاثة تقوم بالإتجار والمتاجرة بهذه المواد، أم أنها لأنها فقط تحت سيطرة الانقلاب يعني جماعة انقلابية اعتادت على السلب والنهب تبدأ بأخذ، أم أن هذا الأمر موجود في أغلب المناطق التي تصل إليها؟ للأسف الشديد يعني قد يكون مثلا أنه بالنسبة للمواد الإغاثية التي تصل أو يكون فيها من يعني من الجهات أو المشرفين عليها يعني لا يتحلوا بالقيم يعني سأقول الأخلاقية الإنسانية، لا سأبتعد عن كل المعايير الأخرى يعني ونبقي فقط الإنسانية والأخلاقية، موجودة لديهم هذه الأشياء ويبدأون يتفقون ويكونون شبكة نفوذ وشبكة مصالح للأسف الشديد، ويرون المصالح وتغلب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية والمصلحة الإنسانية للأسف الشديد. كما ذكرتي احنا يعني في بعض الملاحظات يعني وحاولنا نحن نتواصل مع الجمعيات في الداخل الان، لان نحن ان شاء الله بصدد يعني تجهيز سفينه اغاثيه تم الاعلان عنها في الملتقى التنسيقي الذي يعقد قبل اسبوعين من الان في الى اليمن، تحديدا الى ميناء عدن، لانه سيكون في ترتيب مع منظمات يعني اخرى وهي من اختارت ميناء عدن. طبعا المنظمات المشاركة إن شاء الله وستشارك معنا وما زالت يعني الآن يوافونا يعني برغبتهم إن شاء الله في المشاركة، يتأكدون من مكان الوصول من الجهات التي ستستلم نعم ستستقبل. طبعا هم الآن يشترطون أيضا من الشروط، وهذا شيء جميل جدا وشيء يشكرون عليه، أنهم بدأوا الآن يرسلون وفودا او يعني مندوبين منهم حتى يكونوا يعني مشرفين مباشره، يعني هي شيء جيد ولكنه للاسف مؤلم يعني مؤلم لا نجد يعني امانه الا بوجود صرنا صاحب يعني فقدنا الثقه التي كان يتوجب انه، لكن شيء جميل انه الان على الأقل في ضمان نضمن وصول. نعم اسمحي لنا استاذه افراح ان ينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاستاذ زيد العلاية مسؤول الاعلام في مكتب الشؤون الانسانيه التابع للامم المتحده من صنعاء. مساء الخير استاذ زيد. مساء النور أختي الكريمة. أهلا بك أستاذ زيد، نبدأ بالحديث معك عن تقرير مركز الإعلام الاقتصادي الذي أتمنى أنك اطلعت عليه، والذي تحدث عن سوق سوداء في الإغاثة لبيع المواد الإغاثية، ماذا تعلق؟ سيدتي الموضوع شائك ومحتاج أنه واحد ما استطعش أنا ألوم ما حد يقدر يتكلم أنه الأمم المتحدة عندما تقوم بتوزيع أغذية معينة ما بتوزعهاش على تجار او بتوزعها على منظمات كذا اعتباطا، ولكن في رقابه كامله دائما بينزل فريق من كل منظمات الامم المتحده اللي تقوم بتوزيع الاغاثه الانسانيه، وبيراقب عمليه التوزيع، بيراقب عمليه حتى ما بعد التوزيع، يراقب عمليه كل شيء، وبيكون مندوب من الامم المتحده مشرف على هذه الاشياء. لكن في احيان كثيره يتم بيع هذه الاشياء من قبل المحتاجين او المستفيدين انفسهم. يعني أنا إذا جيت جبت الواحد مثلا كيس دقيق وكيس كذا وكيس كذا وهو محتاج لحاجة أخرى غير هذه الأشياء أو ما يقدرش ينقل إلا مكان معين،
احنا شفنا في اكثر من مناسبه انه بعض المحتاجين انفسهم هم من يقومون ببيع، لكن في نهايه الامر يعني لا اعتقد نعم لا اعتقد انهم سيشكلون النسبه الكبيره التي يعني تجعل المركز ان يصدر تقرير ويصف المساله بانها سوق سوداء. يعني كم عدد الذين سيبيعون ما تصلهم؟ نعم الموضوع مش جديد استاذتي، الموضوع مش جديد، ولدينا تقارير واشياء حصلت من في هذا المجال. ولكن زي ما قلت لك مره ثانيه انه المتحدة تقوم برقابه شديده، اذا حصل انه وجد من هذه الاشياء او تم ايجاد قضيه مثل هذه بيتم التحقيق فيها فورا بصرامه. الامم المتحده لا 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 تقبل اي نوع من انواع الفساد بشكل كامل. نعم، إذن برأيك أين مكان الخلل؟ يعني هل في قنوات التوزيع أم في المراكز المحلية نفسها التي يتم توزيع الإغاثة فيها؟ أنت عارف أن الأمم المتحدة ما تقدرش توصل لأماكن كثيرة، احنا بنقوم بعمل أولويات لكل عمليات الإغاثة الذي بنقوم بها، ما نستطيعش نكون متواجدين في كل الأماكن بشكل كامل. الذي بيحصل أنه بنقوم عبر منظمات محلية بتوزيع عمليات الإغاثة، لكن في نفس الوقت برقابة لصيقة، بس ما استطيع اقول لك فين بالضبط بتتم عمليه. انت عارف الوضع الذي فيه اليمن وضع غير استثنائي، وهناك اماكن كثيره المتحده لا تستطيع الوصول اليها. احنا بنشتغل في 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 مرحله استثنائيه او في طريقه استثنائيه. الامم المتحده تعاني من نقص كبير فيما يتعلق بالتمويل. الامم المتحده لا تستطيع الوصول الى اماكن كثيره. الامم المتحده بتتكلم عن حالات انسانيه وتدهور في الحاله الانسانيه كبير جدا. ما الذي يمنع وصول الامم المتحده؟ يعني هل فقط يعني خطوره اماكن التوزيع، ام ان هناك يعني عوائق اخرى لا تمكنها من الدخول الى الاماكن التي يعني تحتاج الى مساعده؟ التحدي الامني ومناطق التي يكثر فيها الاعمال القتاليه هي تكون بشكل كامل هي العائق الاول، ثم تاتي بعض الاحيان يكون في اجراءات من قبل الأطراف تكون صعبة إلى حد ما ومن هذا القبيل. نعم، إذا لما يعني هل توجد هناك تقارير شفافة أستاذ زيد يعني من قبل المؤسسات والبرامج المشتغلة في الإغاثة يعني ترفع أو توضح يعني كيف تحولت هذه المواد إلى سوق سوداء؟ بالتأكيد نحن شغالين على هذا الأمر. أنا طلعت على التقرير الذي نزل المركز الاقتصادي للدراسات والبحوث وقمت بإيصال التقرير كامل إلى المسؤولين لدينا، وهم الآن على بصدد القيام بتحقيق كامل حتى تصل إلى 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 أين هو الخلل فعلا. وهناك فرق من المتحدة من العاملين في المتحدة ستقوم بزيارات ميدانية إلى هذه الأماكن الذي يوجد فيها الخلل والذي تم فيها عملية وجود مواد إغاثية في سوق سوداء أو سوق أخرى. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ زيد العلاية مسؤول الإعلام في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذة أفراح، يعني لو كل منظمة يعني وصلها أن موادها تم بيعها في سوق سوداء، قامت بعمل تحقيق شفاف وجاد سواء مع عامليها أو مع مراكز التوزيع التي تم توزيع المواد فيها، هل تعتقدي أن هذا الأمر سيقلص من الإشكالية الحاصلة؟ أكيد سيقلص جدا، لأنه للأسف في من المنظمات أيضا الدولية التي تمنح الإغاثات هناك مندوبيها في اليمن هم من يقومون أحيانا بتسهيل هذه الأمور حتى وهي ما زالت يعني مثلا في الميناء أو بدأت تدخل المناطق الأولى بعد تفريغ الشاحنات، فهذا أكيد سيقلص كثيرا. وأيضا على المنظمات أيضا أن تتخذ إجراءات أخرى كما ذكرت لك، هنا تجربتنا يعني في مع بعض المنظمات بدأت تشترط أن تكون هناك خطط تنفيذية واضحة لحد وصول المعونات، وأن يكونوا برفقة المندوبين من المنظمات أنفسهم وهم يتولون الإشراف المباشر. في البداية لا أخفيكي نحن تضايقنا كثيرا، يعني نحن كيمنيين عندما نشاهد أنه صرنا يعني غير مؤهلين أو غير للثقة يعني مجدرين بثقة. نعم، فشيء كثير أحزننا، لكن بالمقابل يعني لضمان وصول نعم لمسنا لهم العذر، وبالعكس شعرنا أن هذا شيء يعني هم لا يستطيعون يعني هناك حتى أي المتنفذين هؤلاء عندما يرون أنه من كل المنظمات هناك مندوبين وهناك تشديد وهناك رقابة وهناك إجراءات مشددة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، فهذا أكيد سيقلص كثيرا. وإن قد لا يخفي هذا الموضوع تماما، ولكنه
سيقلص كثيرا. يعني للأسف الشديد يعني أن تتحول الحروب فرص لكثير من الناس أن يتاجروا بحاجة الناس، ونجد أنها أصبحت باب للرزق يعني لعدد، ونجد أن هناك من يعني أصبح لديهم ثراء في آونة بسيطة فقط لعمله في هذا المجال. برأيك يعني في ظل ارتفاع الأصوات التي تنادي مثلا بمبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، هل تعتقدين أن غياب الإعلام في الأرض التي أو يعني في الميدان خاصة يعني بعد إغلاق جميع الصحف والوسائل الإعلامية ويعني اختطاف العديد من الصحفيين، هل له دور في أن يعني عدم تسليط الصورة بشكل واضح على هذه المواد وأين تذهب ولمن تذهب؟ لا شك بأنه الغياب الدور الإعلامي والإعلاميين عن بالذات عن الأمور الخاصة بالإغاثة وتقديم المساعدات، هذا له دور كبير جدا، وهو جعل هذه الظاهرة أو هذه القضية للأسف تتفشى وتكبر وتزداد يوما بعد يوم، وصارت كما ذكرتي فرصة للربح وكالسوق السوداء تماما يعني بالنسبة في النفط، في الأشياء الأخرى، في الغاز، فصارت المواد الغذائية يعني الآن يرون جاءت لنا مجانا تماما يعني، وسأحصل عليها حتى وإن كانت على مبالغ بسيطة. حتى في للأسف قبل تقريبا أسبوع وصلتنا مذكرة من أحد الجهات الصغيرة، الجمعيات الصغيرة، تذكر لنا أن هناك سلل غذائية يعني هي تساوي قيمتها الفعلية تقريبا بما يعادل $100 قيمتها الفعلية، لكن هناك أشخاص يبيعوها من 1000 إلى 1500، فالأسر هنا مضطرة تشتريها. هي طبعا هي سلل جاءت مساعدة إغاثية، لكن اضطرت لشرائها لرخصها يعني. نعم، ب1500 ريال، يعني هي قيمتها الفعلية فعلا $100، لكن بالأساس هي جاءت مساعدة، يعني كأنه عملوا رسوم. نعم، أخذوا رسوم للأسف، وهذه كانت أيضا هي تعتبر من الوسائل للأسف السيئة التي يعني متضرر بها المواطنون، وهم شديدون الفقر ويعني ويشكون من هذه 1500 لا يجدونها حتى، ولكن لكن إن شاء الله يعني نلاحظ يعني نرى في ونلاحظ بإذن الله تعالى أنه خلال الفترة المقبلة أنه المنظمات الآن بدأت في تحركات، أيضا بعض الوجاهات الذين يتحركون بحب وبدافع للعمل الخيري والإنساني في الآن تحركات بإذن الله طيبة ويعدوننا بها إن شاء الله. إذن انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم شمسان، رئيس ائتلاف الإغاثة بتعز. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. بداية حدثنا أستاذ عبد الكريم عن الوضع الإغاثي والإنساني في تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة حضرة تعز ما زالت تعيش حياة مأساوية تقترب الآن من السنتين، الحرب ما زالت مستمرة في 15 مديرية من مديريات محافظة تعز، وصل القتلى إلى أكثر من 3000 قتيل والجرحى إلى أكثر من 15000 قتيل، فجرت أكثر من 150 أسرة، إما التهجير من منطقة إلى أخرى أو مديرية إلى أخرى في محافظة تعز، أو التهجير إلى محافظات أخرى مثل عدن ولحج وإب. ما زال الكهرباء والمياه والنظافة وغيرها من الخدمات الأساسية في محافظة تعز منقطعة منذ بداية الحرب، والآن حاليا زاد الأمر سوءا عندما انقطعت المرتبات لدى الموظفين منذ حوالي 4 أشهر، يعني أمر مأساوي بما كلمة في محافظة تعز حقيقة. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني هناك نداء تم إطلاقه من قبل مراكز غسيل الكلى، في حال توقف الدعم الإغاثي لها ستتوقف أعمالها، كيف يعني إلى أين وصل هذا النداء؟ بالنسبة المراكز هذه المتخصصة ومنها مرضى الكلى، كان ربما من ضمن المستشفيات العاملة في الميدان هي المستشفى العسكري، وأخيرا المستشفى العسكري لها منذ أشهر عبارة عن كانت كمان عسكرية، وحاليا هي متوقفة في عملية غسيل الكلى. كذلك في المستشفيات الأخرى مثلا على سبيل المثال مستشفى السرطان يستقبل ربما أضعاف بحوالي 4 أضعاف مما كان يستقبله في الفترات السابقة، كذلك مرضى السكر
ونزلاء كذلك في مستشفيات أخرى صاروا لا يجدون كثير من الأدوية، وكذلك مستشفى خليفة بالتربة أيضا كان يستقبل ربما 500 إلى 300 اليوم يستقبل 4 إلى 5000 من المترددين إلى هذا المستشفى، لأنه عدد من المستشفى الوحيد الذي بالحضرية ويقطن بجواره حوالي أكثر من أو يخدم أكثر من 10 مديريات بها 100,000 من السكان. محافظة العيش حقيقة في مجال الماء والكهرباء والغذاء والنظافة كلها أمر مأساوي، إن شاء الله نفرج عن البلد بأقرب وقت. نعم، هل من استجابة للنداء الإغاثي الذي تم إطلاقه مؤخرا أستاذ عبد الكريم؟ ربما حقيقة كان أكثر من مرة، وبدأت خلال الأيام السابقة الدكتور وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة أطلق عدة نداءات، وكذلك نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية أطلقنا 3 نداءات استغاثة لمحافظة تعز، واليوم كان عندنا مؤتمر صحفي يبين ما هي احتياجات محافظة تعز ويدعو جميع المنظمات الدولية إلى إغاثة محافظة تعز، وخاصة بعد أن كسر الحصار في الجهة الغربية وصار دخول المواد الغذائية آمنة من محافظة عدن إلى محافظة تعز، لكن للأسف الآن أكثر من 3 إلى 4 أشهر بالتحديد من شهر رمضان إلى هذا اليوم هناك قلة بسيطة للمواد الغذائية، ما عدا بعض المنظمات البسيطة هي التي تقوم بعملية إدخال يعني المواد الغذائية ولكن ليست بالقدر الكافي، وخاصة أن عاصمة المحافظة في الأيام الأخيرة بدأ يرجع إليها الناس النازحين الذين كانوا نزحوا منها، فربما 70% من كانوا نزحوا قد عادوا إلى عاصمة المحافظة، ولكن ما زالت عاصمة المحافظة الخدمات الأساسية منقطعة فيها، المكاتب الحكومية أيضا مقفلة، الماء والكهرباء كما قلنا والنظافة أيضا ما زالت غير موجودة في عاصمة المحافظة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذة أفراح. أستاذة، يعني برأيك أين يكمن مخاطر الإتجار بمواد الإغاثة في ظل الحديث عن انعدام الأمن، وليس فقط الأمن وإنما الأمن الغذائي أيضا والصحي؟ نعم، هناك كثير من المخاطر والتي الآن تأثر بها والمعاناة التي تأثر بها أبناء الشعب اليمني للأسف في كل المحافظات بلا استثناء يعني، وعلى سبيل المثال نحن من المنظمات التي كان لدينا مجموعة من المعونات الخاصة بالملابس الأيتام. نعم. التي كانت يفترض أن تصل إليهم في العيد الماضي، للأسف لم تصل هذه الكسوت العيد، للأسف كانت خرجت من صنعاء لتصل إلى الحديدة وتعز وعدن، للأسف لم تصلهم هذه. من كان المتضرر منها عدم وصولها؟ كان متضرر منها الطفل اليتيم الذي لا أب له ولا من هناك يعي له. نعم، فالمتضررين من هذه للأسف المتاجرة بقوت البشر وبقوت هؤلاء المساكين الذين يعني يعانون الكثير والكثير من الحصار، من الفقر، من الآن انعدام الرواتب، زاد الفقر. نعم. على الفقر والمآسي زادت وتوسعت، فالمتضرر هي تلك المرأة التي ترى طفلها يتذمر جوعا أمامها، وترى يعني لا تستطيع أن تقدم لهم شيئا، وهي أيضا أصبح لديها يعني من الأمراض ومن يعني الضعف البدني والجسدي لا تستطيع أن، فالمتضررين هما الأفراد الشعب اليمني للأسف من كل المحافظات بلا استثناء، ويعني إنسانيا أخلاقيا عندما نشاهد هذه المناظر وهذه كما رأينا في مديريات الحديدة، في التحيتة، في أكثر من محافظة في الحديدة، والآن في محافظة حجة، من المتضرر؟ هم الأبرياء الذين لا ذنب لهم. صحيح. لم يكن لهم أي يعني يد لا في مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا مع، ولكن وصلت لهم
هذا الضرر وهذا الحصار ويروا الأطفال يموتون من بين أيديهم ولا يعني بأيديهم يعملوا شيء. أتمنى يعني على كل الأفراد جهات وأفراد ومسؤولين وجهات منظمات دولية من هذا المنبر الإعلامي أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ويراعوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا أنفسهم ضميرهم أخلاقهم صحيح. إنسانيتهم أن يراعوا هؤلاء المساكين. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة فراح الحبابي كنت معنا في المساء اليمني ونتمنى أن يصل صوتك لكل هؤلاء الذين ذكرتيهم فردا فردا أن يستشعروا المسؤولية أكثر لأجل وصولها يعني وصول هذه الإغاثة لمن يحتاجونها فعلا. أشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه.